السقف المحفوظ. يلفت الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية مهمة من خصائص السماء بقوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إن الأبحاث الحديثة في القرن العشرين أكدت هذه الميزة للسماء، فالغلاف الجوي الذي يحيط بكرتنا الأرضية يقوم بعمل مهم وجاد لاستمرار الحياة على سطح الأرض. فهو يذيب أحجار الفضاء الكبيرة منها والصغيرة، وبإذابتها يمنعها من السقوط على سطح الأرض ومن إلحاق أضرار جسيمة بالكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغلاف الجوي يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء. والجانب الغريب في الأمر أن الغلاف الجوي لا يسمح بالمرور إلا للإشعاعات غير الضارة، كالضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو. أما الأشعة فوق البنفسجية فيسمح الغلاف الجوي لقسم منها بالمرور، وهو القسم الذي تحتاج إليه النباتات في عملية التمثيل الضوئي، إذ تساعد في استمرارية الحياة على الأرض. أما القسم الأكبر من الأشعة فوق البنفسجية المركزة التي تنبعث من الشمس فتصفى من خلال طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، ولا تصل إلا كمية محدودة وضرورية من الطيف إلى الأرض. لا تنحصر الخصائص الوقائية للغلاف الجوي عند هذا الحد، بل إن الأرض تحمى من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر بفضل الغلاف الجوي أيضا. والغلاف الجوي ليس الوحيد الذي يحفظ الأرض والحياة من الأخطار، فهناك الأحزمة المسماة فان ألان، وهي طبقة تصدر من الساحة المغناطيسية للأرض، تشكل ذرعا واقيا تجاه الإشعاعات الضارة التي تهدد كوكبنا. هذه الإشعاعات التي تصدر عن الشمس وغيرها من النجوم باستمرار مميتة للبشرية، فلولا وجود أحزمة فان ألان التي أوجدها الله في سماء الأرض لكانت الانفجارات العظيمة للطاقة المسماة الانفجارات الشمسية طاقة مدمرة للأرض. إن الطاقة التي ينقلها انفجار واحد فقط من هذه الانفجارات التي تم حساب قوتها مؤخرا تعادل قوة 100 مليار قنبلة ذرية شبيهة بتلك التي ألقيت فوق هيروشيما. باختصار شديد، هناك نظام عجيب متكامل في سماء الأرض يحفظ الأرض من كل الأخطار، والناس غافلون عن هذه النعمة الكبيرة التي أخبرنا بها القرآن الكريم قبل قرون، ثم جاء العلم الحديث ليؤكد تفصيلاتها بالتجربة والمراقبة.